اهلا بكم من جديد مشاهدينا الاعزاء، نمضي ونتواصل معكم عبر صباح الشروق. وتحايل للفنان الجميل حسين الصادق والفرقه الموسيقيه على اجمل الالحان الصباحيه لهذا اليوم. اذا نمضي ونسعد جدا ان نرحب باول ضيف ينضم الينا الان داخل الاستديو، الاستاذ عادل دفع الله عبد الحي، وهو نائب معتمديه اللاجئين، لنتحدث معه عن ملف اللجوء بالسودان. نائب معتمد اللاجئين، نعم اهلا بك وسعيدين جدا بك عبر صباح الشروق. عليكم السلام ورحمه الله ومرحبا بكم. اهلا بك، وبدايه كتقدمه لهذا الحوار الذي سنفتح من خلاله هذا الملف المهم جدا، ملف اللاجئين في السودان وتوسع هذا الملف وكثير جدا من المحاور. نتحدث كتقدمه كما ذكرت عن استراتيجيه معتمديه اللاجئين بالسودان. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، في البدء شكر لكم لقناة الشروق استضافة، أتمنى أن أكون يعني ضيف خفيف وأتمنى أن يعني أقدم إن الناس يستفيدوا منه. لا شك أنه معتمدة اللاجئين لها يعني إرث تاريخ طويل جدا في استضافة واستقبال اللاجئين، وبالتالي الاستراتيجية اللاجئين هي تنفيذ سياسة السودان نحو اللاجئين. الاستراتيجية أو سياسة السودان نحو اللاجئين تتلخص في استقبال وإيواء اللاجئين وتنفيذ أيضا ميثاق جنيفا 1951 الذي وضح فيه الوصف الحقيقي لتعريف اللاجئ، وأيضا بروتوكول 1967 أيضا هو أزال القيد الزماني والمكاني بالنسبة لتعريف اللاجئين، ومنظمة الوحدة الأفريقية أيضا هي يعني تعريف للاجئ من حيث وضعية اللاجئ في القارة الأفريقية. السياسة السودان نحو اللاجئين استقبال، السودان كان في زمن في أوائل الثمانينات اتبع سياسة الباب المفتوح باعتبار أنه اللاجئين يعني تعرضوا لعنف، تعرضوا لاضطهاد، وهم أو للسودان بحثاً على الأمن والسلام، وبالتالي السودان فتح كل أبواب مشرعة لاستقبال اللاجئين وتسجيلهم ومنحهم البطاقات، وأيضا توفير المعينات لهم سواء كان عبر المجتمع الدولي متمثل في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والأمن والسلام اللي هو ده من صميم واجب الدولة المضيفة السودان. إذا السودان له تاريخ ناصع وتاريخ أبيض في التعامل مع هذا الملف، ملف اللجوء واللاجئين. في اللاجئين في السودان منتشرين في معسكرات كثيرة، لكن عندهم كامل الحركة وكامل الحرية قياسا ومقارنة بكثير من الدول التي تعمل كثير من القيود لحركة اللاجئين. إذن سياسة السودان تعتبر سياسة السودان الباب المفتوح نحو اللاجئين واستقبال وإيواهم وتقديم الحماية وتقديم الأمن لهم، توفير الأمن لهم، وأيضا تسجيل وحصرهم في سجلات والتعامل معهم بشكل إنساني حسب ما نص عليه ميثاق جنيف. نعم، مقارنة مع ما يوازينا من دول في ذات الملف تعمل عليه وأيضا لها سياسات واستراتيجيات كبيرة جدا، كيف تقيمون الأعداد التي تعمل عليها أو تعملون عليها بهذه الاستراتيجية أو الآلية في المعتمدية؟ وقت الشك طبعا السودان يعني يستضيف أعداد كبيرة جدا من اللاجئين ومن جنسيات مختلفة، مثلا من أريتريا، من أثيوبيا، من أفريقيا الوسطى، من تشاد، من بعض دول الجوار كالكونغو ومالي، لكن دي أعداد بسيطة جدا. لكن طبعا في الأونة الأخيرة السودان في 2014 استقبل أعداد ضخمة جدا من اللاجئين من دولة جنوب السودان، يقدر عددهم حوالي بمليون و300 ألف. وأيضا السودان استضاف يعني لاجئين من دولة اليمن حوالي 120 ألف، وأيضا السوريين من دولة سوريا نتيجة للظروف والصراعات الموجودة في دولهم. نعم، نحن نفتكر أن السودان يستضيف أكثر من 2 مليون لاجئ، لكن مقارنة بأعداد اللاجئين والدعم المقدم من المجتمع الدولي نفتكر أن هذا الدعم لا يتجاوز 35%. نعم، وهذا هو محور التالي هنا، استجابة المجتمع الدولي مقارنة مع هذه الأعداد. أنت الآن تتحدث عن أكثر من 2 مليون لاجئ، يعني هذا عدد كبير. وطبعا قد يكون المحك بيننا وبين المجتمع الدولي طبعا ما عادت يعني نفس
ممكن تطلق على الهواء أنك أنت بتستضيف أعداد كبيرة جدا، لكن والمجتمع الدولي بيتعامل معك. يعني يمكن كان الموضوع ده لحد كبير كان موجود في الثمانينات يعني، لكن الآن المفوضية السامية أو المجتمع الدولي يعتمد اعتماد أساسي على التسجيل الرقمي أو ما يعرف بالبيومتريك ريجستريشن عندنا نحن، وده المحك. يعني كل ما السودان استطاع أنه يسجل اللاجئين تسجيل رقمي هو يعني يمكن يعني المجتمع الدولي يتعامل معه، لكن الأرقام اللي بتكون هي يمكن تقديرية لحد كبير جدا المجتمع بيتعامل معها. عشان كده نحن يعني في تعاون وتنسيق بيننا وبين المفوضية السامية على أساس أنه نحن يعني كوننا أتيام وفرق للتسجيل منتشرة في كل بقاع السودان الموجود فيها اللاجئين، على أساس أنه نحن نقدر نصل ليه تسجيل كل لاجئ في كل موقع وفي كل ولاية، بحيث أنه يكون عندنا وسيلة بتاع الدفاع مع المجتمع الدولي لزيادة الدعم. رغم أنه المفوضية السامية طبعا نحن قياسا بالوضع العام يعني كما هو مشاهد في كل وسائل الإعلام والتلفاز أنه مسألة اللاجئين ما أصبحت حكرة موجودة في السودان فحسب، إنما هي انداحت في كل العالم وأصبحت التزامات وتعهدات المجتمع الدولي كبيرة جدا نحو اللاجئين في كل العالم، لأنه إحنا بنشهد يعني كل مناطق القرن الأفريقي وأوروبا وحتى آسيا وحتى دول الخليج كلها يعني هي ملتهبة، ودي أفرزت أعداد كبيرة من اللاجئين، وبالتالي كانت مسؤولية المجتمع الدولي أصبحت كبيرة. لكن هذا برضو لا يحفي، لأن السودان أساسا هو عضو في المجتمع الدولي ومن حقه أنه يقدم له دعم. نحن بفتكر المفوضية السامية هي عندها سياسة أنها هي يعني تدعو كثير من المنظمات بتاعة المجتمع الدولي هي تكون شريك لها، لأن المسؤولية تتحمل المفوضية السامية هي مسؤولية كبيرة. صحيح نحن كثير من المنظمات الوطنية شاركت معنا عشان تخفف هذا العبء، لكن بنلقى أنها هي بتعتمد اعتماد أساسي على دعم المجتمع الدولي أو المفوضية السامية، وبالتالي المفوضية السامية تنهج نهج أنها هي يعني تدعو كل المنظمات الـ UN agencies عشان هي يعني على الأقل يشاركوا معها وتقدر تتحمل هذا عبء اللجوء. لكن حتى يلتئم يعني هذا التشبيك والتنسيق مع المفوضية السامية مع كثير جدا من المنظمات، ذكرت أنت الآن أنه نحتاج إلى أرقام واقعية وأرقام حقيقية ونسب، لماذا هي غير موجودة؟ أم هناك إشكالية في إيصالها؟ أم هناك أصلا إشكالية في الإحصائيات؟ يعني أين تكمن المشكلة هنا؟ المشكلة تكمن في أنه التسجيل، إحنا التسجيل ليس هو يعني يا التسجيل ليس حكرا على المفوضية السامية أو هي مسؤولية الدولة المضيفة، يعني التسجيل مسؤولية السودان، لكن المفوضية السامية شنو اللاجئين تتعاون معنا حيث توفير معينات التسجيل، نشيزة حاسوب من كل المعينات اللي احنا بنحتاج. احنا بنشتغل حقيقة في مناطق نائية وفي معسكرات نائية بتتعدم فيها كل وسائل المعينات التسجيل كالكهرباء غيره وفديد، وكلها وسائل مهمة جدا ومعينات مهمة عشان توفر. احنا برضو يعني التسجيل ده هي اصبح برضو شراكة بيننا وبين السجل المدني والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومعتمدية اللاجئين. السجل المدني مسؤوليته أنه هو يدي رقم أجنبي بالنسبة للاجئ، لأنه دي سياسة السودان أنه كل اللاجئين في السودان يكون عندهم رقم أجنبي عشان هم يقدروا يعني يحصروهم ويعرفوا أعدادهم بالضبط. إذن السودان التسجيل أصبح مسؤولية مشتركة بيننا وبين السجل المدني والمفوضية السامية ومعتمدية اللاجئين. لو تأخر أي يعني جزء من هذه الشراكة أو طرف من الأطراف دي بالتالي بيأثر في عملية التسجيل. نحن بنقول ربما أنه التسجيل برضو في فترات الخريف، لأنه نحن بنشتغل في مناطق نائية ومناطق صعبة، فدي ربما يتعذر التسجيل في مناطق، عشان كده نحن في الفترة بتاعت الخريف، فبالتالي في صعوبات يعني هي حقيقة بتحول دون أنه نحن نستمر على كل العام وكل الفترة في التسجيل. لكن رغم هذه التحديات نحن يعني عندنا خطة إن شاء الله في النص الثاني من 2020 أنه نحن نوفر كل معينات العمل اللي يمكن تقدمنا وتدفع بالتسجيل قدما عشان نحن نقدر نصل لأرقام تساعدنا في جلب التمويل والدعم. نعم، نتمنى أن تتذلل كافة الرغبات التي تواجهكم إن شاء الله وتصلون
تسجيل أرقام حقيقية حتى يتسنى أنه تصل في النهاية استجابة كبيرة جدا من المجتمع الدولي كافة ومتمثل في المفوضية يمكن السامية ومنظمات المجتمع الدولي والمسميات المختلفة. العالم الآن يمر بجائحة كورونا، هذا الظرف الذي يعني علم العالم دروس كبيرة جدا، وكل في مجاله يجتهد لدرء مخاطر هذه الجائحة ويستجيب للإجراءات الاحترازية التي صدرت عن منظمة الصحة العالمية وهنا عن وزارة الصحة الاتحادية في السودان. عنكم أنتم كمعتمدية اللاجئين هنا في السودان، ما هي المجهودات التي قمتم بها للحد من جائحة كورونا؟ شكرا جزيلا. لا شك أنه جائحة كورونا هي أثرت تأثير كبير وسالب جدا على كل المجتمعات ولا سيما مجتمعات اللاجئين. نعم. خاصة أن مجتمعات اللاجئين بيعيشوا في مناطق هشة ومناطق ضعيفة، وممكن تتوفى العادات والتقاليد والثقافة بتاعت اللاجئين برضو نحن بنتوقع كان ممكن تكون يعني سبب رئيسي في انتشار هذا الفيروس، لكن بحمد لله وتوفيق كان في تعاون مشترك بينه وبين المفوضية السامية. حقيقة احنا وضعنا خطة محكمة مع المفوضية السامية على أساس أنه نحن نعمل يعني برامج بتاع التوعية وإرشاد وسط اللاجئين وقيادات اللاجئين على أساس أنه بمخاطر الفيروس كورونا، وأيضا وفرنا بموجب ميزانيات ساعدتنا فيها المفوضية السامية أنه نحن قدرنا وفرنا كثير من المعقمات اللي احنا ممكن وزعناها على مجتمعات اللاجئين وعسكرات اللاجئين، ودي ساعدتنا كثير جدا في انه نحن الحمد لله والشكر لله انه كل معسكراتنا لم تسجل يعني رقم واحد في الاصابه بكورونا. الحمد لله. هذا يعني يدل دلاله واضحه هناك خطه محكمه، هناك جهود بذلت بيننا وبين المفوضيه الساميه والناس قائمين على الامر. نحن في هذا الصدد برضو يعني لم نقف على مسائل بتاعه الارشاد والدعم وايضا المحاذير اللي يمكن يعني تمنع انتشار وانسياب هذا المرض. ايضا قمنا بالتنسيق مع وزاره التنميه والرعايه الاجتماعيه وكل منظمات الامم المتحده بما فيها المفوضيه الساميه، حقيقه قدموا شراكه في تقديم سله غذاء للاجئين والسودانيين، ويحتكر اللاجئين باعتبار انه هم شريحه ضعيفه، وخاصه انه هم يعني حسب سياسه السودان اللاجئين يعني عندهم حق العمل، وبالتالي هم يعني في ظروف جائحة كورونا يعني تعذرت الحركة بتاعت اللاجئين لزيادة الدخل، وبالتالي كان الفكرة في أنه نحن نوفر لهم سلة غذاء تعينهم خلال الفترة بتاع جائحة كورونا على أساس أنه برضو يعني إذا توفر الغذاء برضو يمكن الناس تتوفر لهم المناعة وتوفر لهم الصحة التامة وتحول دون الإصابة بالمرض. أنا أفتكر الجهد اللي اتعمل في توفير سلة الغذاء ووزعت على ولاية الخرطوم، نحن بنستضيف في ولاية الخرطوم حقيقة أكثر من 300 ألف لاجئ جنوبي، استطعنا بالتنسيق مع السلطات المحلية ومع مجتمع مع كل منظمات المجتمع الدولي على رأسهم المفوضية السامية ووزارة التنمية والرعاية الاجتماعية أنه نحن نوزع سلة غذاء يعني خاصة في شهر رمضان، وما زال الجهد وما زال العمل مستمر حتى لحظة هذا اللقاء. فنحن افتكر دي جهود ساعدت كثير جدا في انه تمنع انتشار ودخول المرض في معسكرات اللاجئين. نعم. ايضا نتساءل هنا في ذات الصدد عن التدابير اللازمه والتدابير ايضا الاحترازيه والاحتياطيه لمنع دخول طالبي اللجوء عبر الحدود في ظل هذا الوضع الذي تحدثنا عنه والظروف الصحيه ايضا التي يمر بها العالم والسودان كذلك. وطبعا قطع شك يعني اذا ما زالت تدفقات اللاجئين نحو الحدود مستمره بالتاكيد نتوقع طبعا انه يكون في انتشار كثيف جدا وباء الكورونا نحو المعسكرات. الحقيقه عندنا يعني تنسيق مع كل السلطات المحليه على مستوى الولايات انه نحن في الفتره بتاع جائحه كورونا نحن نضع من التدابير ومن الاحتياطيات اللي بتحول دون دخول اي طالبين لجوء حتى انه هم ما يكون شبهه لهذا المرض وانه هم ما يكون سبب في انتشار المرض. حقيقه نحن كمعتمدين لاجئين يعني ما كان عندنا اي اليه نحن نمنع الدخول بتاع طالب اللجوء، لكن كان في تنسيق تام وكامل مع السلطات المحليه السلطات الامنيه المنتشره على عبر حدودنا كلها من مختلف
الجهات الأمنية المعروفة، كان شرطية، كان استخبارات، كان مباحث، كان أمن، كل هذه كانت موجودة عبر الحدود، وفعلا يعني بذلت جهد خرافي وجهد كبير جدا في أنها تمنع طالب الهجو خلال فترة مرض كورونا. ودي حقيقة ساعدت كثير، يعني انتشار أخواننا في السلطات الأمنية عبر الحدود ساعد كثير جدا في أنه يعني المرض ده ما ينتشر وسط اللاجئين، وبدليل أنه نحن نحمد الله زي ما قلت أنه ما في إصابات ولا إصابة واحدة وسط اللاجئين. نعم، 20 يونيو من كل عام يحتفي العالم ويحتفل باليوم العالمي للجوء، كيف تتفاعل معه معتمدية اللاجئين في السودان، وماذا عن هذا العام يعني الذي يحمل خصوصية أيضا، وهذه الجائحة بالتأكيد ألقت أيضا بظلالها عليه؟ و 20 يونيو هو احتفال بيوم اللاجئ العالمي، وهو طبعا هذا اليوم درجة المفوضية السامية معتمدة اللاجئين على مستوى العالم أنه يحتفلوا بيوم اللاجئ، وهو تقريبا يعني المغزى والهدف منه تضامن، مناصرة، دعم للاجئين. يعني أفتكر اللاجئ هو طبعا يعني من أصحاب الحاجات الخاصة، من الشرائح الضعيفة، اللاجئ هو طبعا يعني فقد وطنه، فقد أسرته، فقد حاجات كثيرة جدا، وجاء لمجتمع جديد، جاء لموقع جديد، بالتالي هو عشان يتأقلم على هذا الوضع ويقدر يعني يعيش مع هذا المجتمع الجديد فقد فيه ثقافته، فقد فيه عاداته وتقاليده وكل إرثه، وبالتالي من الصعوبة أنه هو من الصعوبة يشعر بالأمن والسلام، وهو عشان يشعر بالأمن والسلام هذا العام الاحتفال هذا يعيد له الثقة في النفس ويبعد عنه كل شبح الخوف، وبالتالي يحس بأنه هو شخص كامل، يحس بأنه هو له من الجهات اللي بتتضامن معه، بتنصره، بتقيف معه، وبتنسيه كل الآلام والأحزان اللي هو بيعيش داخله، لأنه فقدان الوطن ليس بالشيء السهل. فنحن بنفتكر يوم 20 من كل عام يوم الاحتفال ويوم اللاجئ العالمي، ويمثل تضامن ودعم ومناصرة للاجئين في العالم، باعتبارا أنه هم إذا فقدوا كل أهلهم وفقدوا وطنهم لم يفقدوا الشيء المعنوي اللي هم يحسوا به، هم وسط مجتمع جديد، وسط موقع جديد، وبالتالي نحن احتفالنا كان هو يعبر عن مشاركة اللاجئين في هذا الاحتفال، سواء كان عادات، تقاليد، الأغاني بتاعتهم، بنقيم يعني كثير من الأشكال بتاعت الفنون، سواء كان مرسون، سواء كان ليلة بتاعت قناة فيها بيحكس التراث بتاع اللاجئين، بتحكس مواهب اللاجئين. نحن كان يعني المجتمع الدولي كله عام بيحدد شعار ليوم 20، كان شعار يوم 20/19 اللي هو بسموه ستاند بالزريفيجيس اللي هو الوقوف والمناصرة والتضامن مع اللاجئين. في عام 2020 طبعا ليس هو كعام 2019 نسبة للظروف الصحية اللي بيمر بها العالم كله، وبالتالي نحن مشينا في نفس النسق بتاع أنه الناس يكون الشعار بتاعنا نحن الدعم والمناصرة والتضامن مع اللاجئين، لكن هو كان عبر الميديا فقط ولم يكن يعني احتفال رسمي وشكلي كما هو جرت العادة في السنين السابقة. أفتكر أنه عام 2020 لم تكتمل فيه الفرحة بالنسبة للاجئين حتى يعكسوا كل ما يبوح يعني في نفوسهم، لكن إن شاء الله يعني هذا العام يعني هم يعني شاهدوا من خلال التلفاز ووسائل الإعلام الأخرى. نعم، كنت أكيد المعتمدية تدرك وتعي الإعلام ودوره وأهمية المرحلة وما تقومون به، في ثواني حديث عن هذا الجانب والمحور المهم، وأريد أيضا أن أرفق هذا بأبرز الخدمات التي تقدمها معتمدية اللاجئين للاجئين. إذا تحدثنا عن جغرافيا المكان، يعني مثلا قلنا داخل الخرطوم. طيب، شكرا جزيلا، هو سؤال وجيه جدا. طبعا نحن يعني نتفق أنه الإعلام أصبح ذات العصر، وأصبحت كل المؤسسات والدور الحكومية وغير الحكومية هي تعتمد على الإعلام، لأنه الإعلام بيعكس نشاطك وبيعكس المجهودات اللي أنت بتقدمها. حقيقة نحن عندنا في معتمدية اللاجئين
إدارة، إدارة الإعلام. إدارة الإعلام المهام بتاعها أنها هي تعكس الأنشطة بتاعت المعتمدية وجهود المعتمدية، سواء كان على مستوى العلاقات المتقاطعة مع المؤسسات الحكومية والوحدات الحكومية ذات الصلة، أو مجهوداتنا على مستوى المعسكرات اللي احنا بنبذل فيها جهود كل المشاريع اللي احنا بننفذ فيها. نحن حقيقة يعني الخدمات بتاعتنا ليست هي يعني حكرا للاجئين، انما الخدمات اصبحت برضه للمجتمع المضيف. احنا بنفتكر المجتمع المضيف هو اللي بيتنازل عن اراضيه، بيتنازل عن مزارعه وتقام عليها المعسكرات. فبالتالي يعني كان جات فكره انه نحن الدعم يكون اذا ما بالتساوي يكون بنسبه مقدره بالنسبه للمجتمع المحلي. اذا الدعم للمجتمع المحلي برضو يشمل كل اللاجئين والمجتمع المضيف. احنا على سبيل المثال في ولاية النيل الابيض يعني نحن حقيقة لنا مشروع مع منظمة الامم المتحدة للانماء اللي هي اليو ان دي بي، هي عندها مشروع لإعادة تأهيل مشاريع النيل الابيض. نعم. وايضا عندنا مشاريع مشاريع الاعتماد على الذات وسبل كسب العيش والاعتماد على الذات. دي مشاريع حقيقة قدمت فيها دولة هولندا حوالي 21 مليون دولار ماشي، هو حقيقة على مدار 3 سنوات، وده نحن عكسنا فيه. يعني حسا نحن تقريبا لنا أكثر من 15,000 فدان يعني حصل تأهيلة في ولاية النيل الأبيض، وايضا قدمنا مشاريع سبل كسب العيش والاعتماد على الذات بالشراكه مع المجتمع الدولي، وده كان الهدف منه تخفيف عبء اللجوء، وايضا يعني ما يكون في غبن لدى المجتمع المضيف اللي بيتنازل عن اراضيه، ويكون في شراكه في التعليم، في شراكه في العلاج، في العيادات، في المستشفيات كده. نحن دارين الاعلام يركز على مشاريع حيويه زي دي عشان نحن يعني فعلا نحسس ان المجتمع المحلي انه معتمدة اللاجئين هي ليس مسؤوليتها تجاه اللاجئين فحسب، إنما أيضا المجتمع المحلي اللي بيتنازل من كل ما عنده وكل غالي ونفيس عنده في سبيل أنه يستضيف الضيف ضيفه من اللاجئين. فإحنا حقيقة نعول كثير على أنه الإعلام يلعب دور كبير جدا يعني على مستوى ولاية الخرطوم وعلى مستوى المعسكرات. نعم، يعني نتمنى لكم التوفيق في كافة ما تقومون به من خلال الاستراتيجيات المتميزة جدا لكم في المعتمدية. أستاذ عادل دفع الله عبد الحي نائب معتمد اللاجئين، شكرا لك ولحضورك في صباح الشروق. كثر خيرك، بارك الله فيك، جزاك الله خير. نمضي ونتواصل معكم مشاهدينا.